السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. الدرويج تؤكد اهتمامها بإنجاح اجتماع أصدقاء السودان بالخرطوم الشهر المقبل. حكومة ولاية جنوب كردفان تؤكد دعمها للمفاوضات القادمة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح. وزارة المالية والبنك المركزي يعلنان اليوم برنامج الإصلاح المصرفي والسياسات النقدية. أهلا بكم. أبدت النرويج حرصها على إنجاح اجتماع مجموعة أصدقاء السودان الذي سيعقد بالخرطوم الشهر المقبل. وبحث السفير النرويجي لدى السودان بارد هوبلاند مع الخارجية السودانية ترتيبات عقد الاجتماع. وجاءت فكرة اجتماع أصدقاء السودان في الخرطوم في اجتماع للمجموعة عقد بأمريكا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أكد الاجتماع على ضرورة التنسيق مع الحكومة السودانية وتبادل المعلومات حول أنواع المساعدات التي تريدها الخرطوم في العام المقبل. شدد عضو المجلس السيادي محمد حمدان دجلو على أن العقوبات التي فرضت على السودان منذ العام 2005 من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1591 قد انتفت أسبابها تماما. وأكد حمتي خلال لقائه رئيسة لجنة الأمم المتحدة للعقوبات الخاصة بالسودان وجنوب السودان أن السودان أحرز تقدما كبيرا في إرساء السلام والاستقرار بعد التغيير السياسي الذي حدث مؤخرا عقب مباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها، مما يتطلب رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قوائم الإرهاب. رحب والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي بوفد حركة جيش تحرير السودان جناح مني أركم الناوي الزائر للولاية برئاسة مستشار الحركة جمعة وكيل. وقال الوالي لدى لقائه الوفد إن فرص تحقيق السلام أصبحت متاحة من خلال توفر الإرادة السياسية ورغبة الأطراف في تحقيق السلام، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لإنهاء مشاكل أهل دارفور. جينا بعد غياب طويل جدا دامت 15 سنوات، وحقيقة احنا جينا نبشر اهلنا بالسلام وجينا نتفاعل مع قواعدنا وجينا شاطر اهلنا في النزوح واللجوء. وحقيقة احنا يعني جينا ولاية يعني نبشر اهلنا بالسلام. السلام بقى اصبح واقع معاش وتغيير اصبح بقى ملموس، واحنا جينا ندعم التغيير ده ونحافظ على التغيير الموجود ده. وحقيقة احنا يعني برضه جينا نوري احنا برضه في سلام اجتماعي حقيقي بخاطب او سلام اجتماعي حقيقي بخاطب جذور الازمه اللي خلت انه في نزوح في اللجوء، واحنا جينا عشان نعالج المساله دي. وان شاء الله لقينا برضه ترحاب كبير من السيد الوالي ومن اعضاء حكومته، واحنا سعيدين بوجودنا هنا في فاشر. من جانبه أوضح مستشار حركة جيش وتحرير السودان جناح مني جمعة الوكيل إن زيارتهم للولاية تأتي في إطار التبشير بالسلام ودعم ومساندة التغيير والثورة التي حدثت بالبلاد، مؤكدا أن السلام أصبح واقعا ويجب على الجميع العمل لتحقيقه. احنا سعيدين أن نكون في فاشر السلطان وسعيدين أن نلتقي بجماهير الحركة، ونحن نفتكر أنه الفاشر هي مقر الأساسي والخلفية الصلبة لحركة جيش تحرير السودان بقيادة الرفيق مني أركم الناوي. أيضا نحن سعيدين أنه نلتقي بكل قواعدنا في معسكرات النازحين، ثم بعد ذلك سنلتقي بجماهير الفاشر العريقة وسنلتقي بالقوة السياسية وبكل قطاعات المجتمع في الفاشر. حقيقة السلام أصبح واقع كما ذكر رفيق أحمد جدة، وأيضا نحن سنحاول نشرح أسباب قدومنا إلى الداخل دون توقيع أي اتفاق. أكدت حكومة ولاية جنوب كردفان دعمها للمفاوضات القادمة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح والتي ستعقد بعاصمة جنوب السودان.
وقال موسى جبر محمود الأمين العام لحكومة جنوب كردفان ممثل الوالي خلال مشاركته في الحفل الذي نظمته قافلة نداء السلام التي سيرتها منظمة هوى السودان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، قال إن الولاية تشهد السلام والاستقرار وتدعم بقوة المساعي المبذولة من قبل الأطراف، وأبان بأن هذه القافلة خير دعم لمسيرة السلام بالولاية. جماهير بلاد جنوب كردفان عندما تريد أن تحرك وجدانها لابد من أن تذكر إشارة خاصة بالسلام، لأننا عانينا في الأعوام الماضية من ويلات حرب أضرت بإنساننا وباقتصاده وبنشاطه وبثقافته وحتى بتواصله الاجتماعي. لذلك فإننا نعد العدة في هذه المرحلة، والحكومة بشقيها السيادي ومجلس الوزراء هي الآن على اعتاب الذهاب لمواصلة مشوار الحوار والتفاوض في دولة جنوب السودان في جوبا. من جانبه أوضح أحمد عبد الرحمن ممثل الهلال الأحمر السوداني أن قافلة السلام عبارة عن مبادرة بين جمعية الهلال الأحمر السوداني ومجموعة هوى السودان، وأشار بأن الفن يحمل قيم السلام والتسامح، الأمر الذي يتطلب دعمه والوقوف معه، وأكد بأنهم سوف يبشرون بالسلام في كل محليات الولاية المختلفة والسودان أجمع. الهلال الأحمر السوداني بترعى هذه المبادرة لأنها بتنشر قيم السلام عبر الأغنية، وحقيقة مثلت هذه المبادرة دافع كبير جدا للهلال الأحمر السوداني في أنه يرعاها، لأنها بترسل قواعد السلام وبترسل أنه نحن ننطلق إلى الأمام عبر هذه الأغنية التي تحمل المعاني التسامح والقيم الإنسانية النبيلة. نحن الآن في مدينة كادوغلي. وصلت إلى الخرطوم أمس مساعدات غذائية وطبية من دولة الكويت، وتزن المساعدات 10 أطنان منها 7 أطنان أدوية طبية. وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج إن المساعدات الإغاثية تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية بتوجيهات من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. وأشار المعراج إلى أن الكويت سبق وأن أرسلت 3 طائرات محملة بالمساعدات للسودان، وذلك لتقديم العون للمتضررين من الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد خريف هذا العام. الله وفقنا في الوصول إلى جمهورية السودان عن طريق سلاح الجو الكويتي محملين حقيقة ب10 أطنان 7 طن أدوية و3 طن من الحليب البودرة للأطفال. يعتزم وزير المالية إبراهيم البدوي ومحافظ البنك المركزي حسين جنقول إعلان برنامج الإصلاح المصرفي والسياسات النقدية للمرحلة الانتقالية في ندوة عن القطاع المصرفي والإصلاحات الاقتصادية مساء اليوم السبت. وأوضح المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصارف طه الطيب في تصريحات صحفية أن البنك المركزي سيعلن مسودة السياسات النقدية للعام المقبل ومرتكزات إصلاح القطاع المصرفي خلال الفترة الانتقالية. وأضاف الطيب أن مصرفيون ورجال أعمال سيناقشون القضايا التي تهم الاقتصاد والقطاع المصرفي مثل الصيرفة في السودان والمركز المالي المجمع للقطاع المصرفي منذ العام 2012 إلى 2018 وأثر التضخم على هذا المركز. أمن حزب التحرير والعدالة على ما تم التوافق عليه بين أحزاب تحالف القوى السياسية السودانية، وكان تحالف القوى السياسية قرر التشبيك بين كافة المكونات السياسية استعدادا للانتخابات القادمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب عمار زكريا إن اجتماع الهيئة القيادية للحزب أقر تعديلات هيكلية واسعة على مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى الولايات في إطار استعداداته للمرحلة القادمة، مؤكدا أن الحزب يراقب راهن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد بالدراسة والتحليل لتقديم مساهمته الوطنية في الحل. أقر الاجتماع بعملية التشبيك التي أغرها تحالف القوى السياسية السوداني أيضا على كافة المستويات التنظيمية من القمة للقاعدة، وبالإضافة لإعادة النظر والتنسيق مع كافة القوى السياسية السودانية التي تدعو إلى دولة المواطنة، بالإضافة للاستعداد المبكر للانتخابات القادمة. بدأت ولاية النيل الأبيض برنامج لتوفير مقاعد لجلوس الطلاب بمدارس الولاية، ودشن حيدر على الطرف والي النيل المكلف بالبرنامج بمدرسة صفاء النموذجية بنات بربك، وتبلغ كلفة البرنامج الذي تموله حكومة الولاية 10 ملايين جنيه، ويشمل المدارس بمرحلتي الأساس والثانوي. وأكد الوالي التزام حكومته بتوفير متطلبات العملية التعليمية فيما يتعلق بالإجلاس والكتاب المدرسي والاهتمام بالمعلم من خلال التدريب وتأهيل المعلمين. ويهدف المشروع إلى توزيع أكثر من 2000 مقعد لمرحلتي الأساس والثانوي بولاية النيل الأبيض. الولاية بتدشن خطة الإجلاس لطلبة المدارس الثانوية والمدارس الأساس بعد توقف دام ل4 سنوات، يعني آخر إجلاس قشة هذه الولاية في العام 2015. الحمد لله نحن الآن توفقنا، وبعد ما دفعنا حوالي 10 مليون تحصلنا على كمية من الإجلاس، كمية مقدرة، لكن لا تفي حاجة الولاية. طوافنا على المدارس بأكد أنه المدارس بتعاني بصورة كبيرة جدا من الإجلاس، الناس بتجلس على البنابر وكراسي من البيوت إضافة إلى علب، يعني مستوى متردد جدا من الإجلاس. بإذن الله تعالى هذه الدفعة هتكون دفعة قوية في إطار الإجلاس بالمدارس الثانوية ومدارس الأساس. من جانبه قال يحيى إبراهيم آدم المدير العام لوزارة التربية والتوجيه إن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير المقاعد لجميع مدارس الولاية بغرض تهيئة البيئة الدراسية للتلاميذ وتحقيق تحصيل أكاديمي بمرحلتي الأساس والثانوي. والحمد لله الآن تحصلنا على 1269 وحدة أساس للثانوي و1400 وحدة ثلاثية لطلاب مرحلة الأساس، وأنا أعتبر هذه إضافة مهمة وكبيرة جدا. وكما هذا العام العام 2019 نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الولاية لأنها الحمد لله في المجالات المحاور الثلاثة تم تعيين تقريبا 10 ألف معلم، وقبل شهر ونيف دشنا الكتاب المدرسي واليوم ندشن الإجلاس، وهذا أنا أفتكر عطاء ممتاز.